مشاهدينا السلام الله عليكم، أهلا بكم في برنامج الاثنتان والخمسون، والبداية مع أبرز العناوين. المجلس العسكري مصراتة يقول إن أي قرار مصري يجب التوافق عليه، وكتيبة المرسى الكبرى تنفي وجود كتائب لها في الترتيبات الأمنية مع حكومة البعثة الأممية. قتلى وجرحى من قوات حفتر في اشتباكات بالهواري وقصف بالمدفعية الثقيلة يتجدد على منطقة الصبري. عضو لجنة صياغة الدستور سالم كشلاف يقول إن انتقال اللجنة إلى الخارج مخالف للقانون، ويتهم مبعوث الأمم المتحدة بالتدخل الصارخ في عملها. أهلا بكم. أصدر دار الإفتاء الليبية ومجمع البحوث الأحد فتوى بخصوص البيوت المغتصبة في مدينة بنغازي. الفتوى جاءت بعد ورود بعض الأسئلة للدار بخصوص بعض الأملاك والبيوت المغتصبة في منطقة الليثي عقب توقف الاشتباكات هناك. وجاء في الفتوى أن الله حرم أموال الناس تحريما غليظا وجعلها كحرمة الدماء والأعراض، وأن الحاجة لا تبيح التعدي على أموال الناس دون رضاهم. هذا ويشار إلى ازدياد عمليات اغتصاب البيوت والأملاك في بنغازي في الآونة الأخيرة. أفاد مصدر طبي من مستشفى الجلاء الاثنين بمصرع أربعة من قوات مجرم الحرب حفتر وجرح سبعة آخرين إثر اشتباكات مع مجلس شورى ثوار بنغازي بمحور الهواري. من جهته قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي إن القصف المدفعي الثقيل تجدد على منطقة الصبري، مما أدى إلى زيادة الدمار بمنازل المدنيين. يشار إلى أن محور الهواري يشهد اشتباكات من حين لآخر بعد محاولة قوات مجرم الحرب خليفة حفتر التقدم فيها. رفض الأعضاء المقاطعون لأعمال الهيئة التأسيسية الاثنين الطريقة التي تدار بها أعمال الهيئة والتدخل في المسار الدستوري باعتباره شأنا ليبيا داخليا. الأعضاء في بيان لهم بالعاصمة طرابلس استنكروا وأعربوا عن ترحيبهم بأي دعم فني تقدمه الأمم المتحدة، ولكنهم رفضوا توجيهها لعمل الهيئة. وقال العضو المقاطع لأعمال الهيئة عن مدينة زليطن الدكتور محمد الصاري في تصريح صحفي أن الأعضاء المقاطعين أكدوا رفضهم محاولة تمرير مسودة العمل وتوجيه المسار الدستوري، مشيرا إلى أن اجتماع